الو. ايوه معلمه، كويس انك لسه صاحي. وانت فاكر ان انا اقدر انام من غير ما اطمن عليكوا على العمليه؟ لا طمنا معلمه، كله تمام التمام. حصلت اي مشاكل؟ خالص يا معلمه، كله اصلي. احنا دلوقتي هنشون البضاعه، وبكره ان شاء الله الصبح هجي لك ارسيكي على الموال كله ونشوف هنتصرف ازاي. الليله تفوت عليا الليله، مش هستنى لغايه بكره. سلمني على زين وعلى بركه. يوصل يا معلمه. سلام. بتسلم عليك يا زين. الله يسلمك ويسلمها يا حربي. طب وانا؟ وانا يا حربي؟ وانت كمان يا بركة. يا بركة. حلاوتك يا عنتر. حلاوتك. يا حلاوتك. يا حلاوتك. يا عنتر بيه. برافو يا بنات، برافو. ميرسي. هو الجميل واقف لوحده ليه؟ ما تيجي نقرب المسافات وتقعدي جنبي. جرى يا عم عزام، ما تقوم تصب للأمامير دول كاسين حلوين كده، ولا احنا هنفضل نشرب ونسكر وهما يجوا يهوا علينا. يا سلام من عينيا يا رشان بيه، خدت بالك عنتر؟ ايوه. اعمل كاسين. حاضر، اروح اعمل كاسين. احنا قلنا نقرب المسافات. سوري انا زعلان منك جدا جدا، من ساعه ما جيتي ما قلتيش كلمه واحده. ما انا اصلي كنت مستنيه انت تتكلم. ايه الطقم الادب اللي انت فيه ده؟ خف عليها شويه يا رشوان بيه، دي لسه جديده في الجو بتاعنا ده. كمان انت عارف يعني متاكد ان احنا من عيله محافظه قوي قوي قوي. ايوه ايوه شفتوا. النعلة الغلبان، المايه في ايديكي وعنتر عطشان حبيبي. الو عزام بيه، رشوان بيه عندك؟ ايوه موجود. في ايه؟ مصيبه مصيبه يا عزام بيه. ايه اللي حصل؟ التريلا، التريلا ضاعت. انت بتقول ايه؟ الله، هو في ايه يا عنتر بيه؟ في ايه يا عزام؟ مفيش حاجه دنيا، خد دعاء وروح، براح يوصلكوا لحد البيت. يروحوا ليه يا عزام؟ الليل لسه طويل والقعده حلو. اللي قال جاي يا عنتر. يلا يا دنيا. يلا يا بنت يا دعاء، انا مش عارف قله المزاج دي. يلا ايه يا عزام؟ في ايه؟ العربية اتسرقت. عربية ايه اللي اتسرقت؟ انهي عربية اللي بتتكلم عليها؟ العربية اللي فيها البضاعة. يا دي المصيبة، يا دي الليلة الطيل. هنعمل ايه؟ هنتصرف كيف؟ انا هتصل بعدلي بيه عشان يبلغ الباشا الكبير. لا استنى، استنى ايه؟ الباشا الكبير لازم يعرف كل حاجة، مش لما نعرف احنا الأول ايه اللي حصل؟ فين حنفي دلوقتي يا عزام؟ حنفي ومفيد قلت لهم يجوا على هنا. بالظبط، نبقى نستنى لما يجوا ونعرف ايه الحكايه وبعد كده نبقى نتصرف. تفتكر بعد اللي حصل ده رشوان هيسكت؟ اعلى ما بخيله وركبه. وبعدين رشوان ده باين عليه راجل مفترق قوي واكل حقوق ناس كتير، يبقى يدور بقى على مين اللي عمل فيه كده وبيقابلني بقى لو عرف يا حلمي. اه يا خوف يا حرب لو عرف. احنا قلنا ايه يا عم زين؟ بطل تشاؤم وخليك متفائل احسن. ماشي يا عمنا. او كده نمشيها تفاؤل. حربي زين، بص لقيت في العربيه سكر بودره. جبته منين ده يا؟ ده جوه العربيه وسط الحديد. انا ما اعرفش ايه دخل سكر البودره بالحديد يعني. من السكر بودره؟ ده بودره بركه. يعني ايه؟ يعني فيها تأبيده. ده ما كانش فيها اعدام يا عم حربي. ايه؟ اعدام؟ شفتي بقى يا دعاء؟ الحكايه طلعت سهله مش صعبه زي ما كنت فاكره. لا بس ده جو غريب قوي يا دنيا، انا مش واخده عليه خالص. بكره يا اختي هتتعودي. انا مش عارفه يا اختي، لولا التليفون اللي جالهم ده كان ممكن يجرالنا ايه؟
نهار اسود. قال لها يا دنيا صحيح هو ايه اللي حصل؟ النبي ما انا عارفه، بس شكلها كده في حاجه غريبه بتحصل، حاجه غلط. غلط؟ غلط ازاي بقى؟ اصل عزام وعنتر ورشوان في بينهم كده بيزنس مفيش حد يعرف عنه حاجه. بيزنس ايه؟ يا بنت انت بتفهميش؟ بقول لك مفيش حد يعرف عنه حاجه. بعدين يعني احنا مالنا؟ خليهم هم في البسبس بتاعهم واحنا في البسبس بتاعنا. فين العربيه يا حيوان؟ ما اعرفش يا رشوان بيه، احنا كنا ماشيين في امان الله والعربيه ورانا بنبص ما لقيناهاش. فص ملح وداب. يعني ايه فص ملح وداب؟ قرش وقع في بلاعه. دي تريلا. عارف يعني ايه تريلا؟ تريلا. استنى يا رشوان. استنى ايه بس؟ ما انت سامع بيقول لك تريلا واحد. اهدى يا رشوان واسكت. يعني ايه اهدى؟ انتم شويه رجاله هنا ما تنفعوش كمان تبقوا رجاله. انتم شويه زباله. السواق والتباع تعرفوهم كويس؟ ايوه يا باشا. يعني مضمونين؟ دول رجالتنا. الشيطان شاطر يا حلفي، يكونش حد لعب في دماغهم. عارفين هم ساكنين فين؟ عارفين عنوانهم كويس؟ هنعمل ايه يا عم حربي في المصيبه اللي احنا فيها دي؟ والله ما انا عارف يا زين. الحكايه كده كبرت قوي وبهوهت على الاخر واحنا مش قدها. هي من ناحيه كبرت فهي كبرت، اما حكايه بقى ان احنا مش قدها دي والله مش عارف. هو ايه ده اللي مش عارف؟ اذا كنا عاملين الف حساب لرشوان عشان سرقنا منه عربيه فيها بضاعه بكام الف، ما بالك بقى لو خدنا تعبيده زي دي تسوى ملايين، هيعمل فينا ايه؟ عندك حق يا زين، الحكايه تخوف. تخوف؟ دي ترعب وتنشف الدم. وطالما مفيد كان مع حنفي يبقى اكيد عنتر الشندويري موجود في الليله، ومين عارف مين تاني موجود، والناس دي يا اخويا مش هتسكت لما البضاعه دي ترجع لهم. يبقى احنا لازم نتاول البضاعه دي في مكان الدبان لزق ما يعرفوش طريق، او نخلص منها. نخلص منها ده يا عم زين؟ دي نعمه يا عم، نعمه. حد يرفض النعمه؟ النعمه اللي بتتكلم عليها دي يا حربي ممكن تودينا السجن وتعلقنا في حبل مشنقه. ده لو اصحابها ما جابوناش من قفانا من الاول يا اخويا، ساعتها مش هيبقى في حبل مشنقه ولا سجن، دول علقونا من عرائبنا كده وهتبقى نهايتنا زي الزفت. يعني ايه؟ يعني زي ما بقول لكم كده، البضاعه دي نخلص منها خالص، نرميها في النيل بقى، نحرقها، نعمل فيها اي حاجه. احنا لا هنرميها في النيل ولا هنحرقها، احنا هنتويها لغايه لما نشوف صحابها هيعملوا ايه. طب والمعلمه انشراح؟ المعلمه انشراح ملهاش غير حقها اللي عند رشوان، ومفيش داعي تعرف اي حاجه عن البضاعه. ايوه حربي بس المفروض لا بس ولا بس يا بركه، خلاص بقى دماغي اكسدت وتعبانه ومش قادر افكر. احنا دلوقتي هنعدل العربيه ونروح، وبكره حلها الف حلاق. عملتوا ايه؟ لقيتوه؟ لقيته متعور ومتخرشم. بتقول ايه؟ طب وما قالكش ايه اللي حصل؟ بيقول واحد نط على العربيه رماها والتباع براها وخدها وجري، وكان معدي واحد ابن حلال بعربيته لقاهم، راح واخدهم ووصلهم لحد العمار، ومن هناك كل واحد روح على بيته، وكان مستني لما النهار يطلع علشان يروح يبلغ. يبلغ؟ يا ناقص البوليس يعرف؟ هو ما كانش عارف العربيه فيها ايه؟ لا طبعا يا فالح ما كانش يعرف. على العموم انا قلت له ما يعملش اي حاجه الا لما يرجع لنا الاول، واديته 1000 جنيه وبعت